رجل الأعمال المصري المشهور نجيب ساويرس اعتبر مقارنة ثروته بثروة محمد صلاح حاجة سخيفة، وكان مبسوط بقرار صلاح بعدم الانتقال للدوري السعودي. طب هي كم ثروته وكمان ثروة صلاح كام؟ وإيه اللي ممكن يزعل السعوديين من ساويرس؟ قصة كبيرة تعالوا نعرفها مع بعض. ساويرس رجل أعمال مصري ناجح وذكي، وفي نفس الوقت نشط على منصات التواصل الاجتماعي، ما بيسيبش قضية سواء سياسية أو فنية أو حتى في الكرة إلا وبيتكلم فيها وبيبدي رأيه، غالبا آراءه بتكون مثيرة للجدل، واللي كان آخرها رده على سؤال عن ثروته. ساويرس رفض التعليق على عدم انتقال النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي للدوري السعودي، وقال في تصريحات تلفزيونية إنه مش عايز يعلق على الموضوع، وقال كمان إن موضوع رفض قائد المنتخب المصري صلاح الانتقال للعب لصالح نادي اتحاد جدة العميد مسألة حساسة، وعارف ان الكرة افيون الشعوب العربية وما ينفعش يزعل منه السعوديين. استثمارات ساويرس وشركاته واسعة، ومن الذكاء انه ما يزعلش منه حد خاصة السعودية، لكنه برضو بذكاء لا يحسد عليه مدح محمد صلاح وذكائه واخلاقه رفيعة، وكأنه بيجاوب من غير ما يجاوب وبيأيد رفض صلاح الانتقال للدوري السعودي. وبالمناسبة صلاح رفض عرض وصل حسب تقارير ل 300 مليون جنيه استرليني، يعني اكتر من 8 مليار جنيه، وفضل انه يكمل مسيرته في الدوري الاوروبي اللي حقق له نجومية عالمية. ساويرس قال عن قرار صلاح انه مش سهل ومش عايز يعلق عشان الاخوة في السعودية ما يزعلوش ويفتكروا اننا مش عايزين صلاح يروح هناك. ولما جه الكلام عن الفلوس وعن ثروة ساويرس كان واضح جدا، ورد على اللي بيقارنوا بين ثروته وثروة مو صلاح على مواقع التواصل الاجتماعي، وجاوب على سؤال غريب، مين اغنى صلاح ولا ساويرس؟ وقال نجيب اللي عنده 69 سنة انا طبعا اغنى، كله من فضل ربنا، هي مقارنة ملهاش أي معنى. طيب هي أساسا كم ثروة ساويرس اللي يعتبر واحد من أغنى رجال الأعمال في مصر؟ ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة اللي أسسها والده أنسي ساويرس، وإخواته ناصف وسميح من كبار رجال الأعمال في مصر. ساويرس له كمان نشاط سياسي معروف وظهر أكتر بعد ثورة يناير، أما ثروته حسب مجلة فوربس فتوصل لحوالي 3.3 مليار دولار، وبيحتل بيها المركز الثالث في قائمة أغنى 10 مليارديرات عرب، واللي بيتصدرها أخوه ناصف بثروة مقدارها 7.7 مليار دولار. يجي بقى لثروة صلاح اللي ما ينفعش نقارنها بثروة الملياردير نجيب ساويرس، واللي قدرتها صحيفة ميرور البريطانية في 2021 بحوالي 90 مليون دولار، وده لأن صلاح اللي عنده 31 سنة من بين أعلى النجوم الرياضيين أجرا في العالم براتب أسبوعي 350 ألف جنيه استرليني. وبالشكل ده ساويرس عنده حق، ما ينفعش نقارن ثروته بثروة صلاح، لأن بصراحة المقارنة سخيفة فعلا. ودلوقتي من وجهة نظرك إيه الأهم، حجم الثروة ولا حب الملايين؟